اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. إن الأبرار لفي نعيم، يقول شيخ الإسلام إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا ونعيم في قبولهم ونعيم يوم العرض على الله عز وجل عندما يدخلون جنات النعيم. يا أخواني، يقول شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة التي في الدنيا؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واحد من الشباب قبل 4 سنوات أو 5 سنوات حج معانا، هذا الشاب بعد الحج رجع، أبشركم قولوا بشر، بعد 2 سنين من الحج اللي حج فيه، السنة اللي حج فيه معانا 2 سنين، حفظ القرآن، ثم 2 سنين أخرى حفظ البخاري ومسلم الصحيحين، وهو يتعايش مع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كلمة عجيبة حفظناها نحن الدعاء وصرنا نقولها في المخيمات ونقولها في الجلسة. ايش قال هذا الشاب؟ قال: بين القرآن والسنة حياتي أصبحت جنة. أقسم بالله يا إخواني يشعرها هذا الذي ذاق لذة القرآن، هذا الذي ذاق لذة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، ترى الإنسان إذا ابتعد عن بيئة الإيمان وعن القرآن ترى هو ميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل إيش؟ كمثل الحي والميت. وهذا مصداق قول الله عز وجل الذي في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه، كان ميت القلب فأحيا الله عز وجل بآية. وهو يعرف شاب يقول آية أحيت قلب، تدريش الآية ما هي آية، شطر آية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله عندما قال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يقول ربي سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.